اتفقنا قبل كده ان الـ numbers from 0 to 9 اسمها numbers formed from one digit، بتتكون من digit واحد بس، بتاخد مكان واحد بس. ايه هو الـ digit ده؟ اسمه ايه؟ اسمه units. يعني ما ينفعش يكون عندي number من one digit زي الـ 1 او الـ 2 او 3 او any number واقول عليه في الـ tens واقول انا ما عنديش unit. No, it doesn't work. ما ينفعش. لازم لو عندي number من one digit يبقى الـ digit ده هو الـ units. طيب لو عندي numbers من one digit، قلنا من اول الـ 10 لحد الـ 99 دي الـ numbers اللي formed from two digits، بتتكون من units and tens. وقلنا بنقول units on my right, tens on my left، عشان ما نتلخبطش. units on my right, tens on my left. طيب لو عندي numbers على بعض، فيهم numbers من one digit وفيهم حاجات من two digits، وانا عايز اعمل لهم ترتيب، اعمل لهم order، اعمل لهم arrange، هرتبهم ازاي؟ اول step عندي بعد الديجيتس. يعني ايه بعد الديجيتس؟ يعني لو عندي الديجيت ده النمبر ده من one digit، يبقى ده the smallest one، لان دول two digits كلهم، يبقى ده أصغر واحد فيهم، يبقى بيتكون من one digits. طيب مين بعده ممكن نحطه في الأوردر؟ عندي هنا 12 و 24 و 35 و 42. أبص لليونتس؟ نو. السكند ستيب بعد ما عديت الديجيتس هبص للتنس. التنس هنا كام؟ 1، والتنس هنا 2، والتنس هنا 3، والتنس هنا 4. يبقى دول كده مترتبين arranged ascending from the small to the big، لان عندي هنا لما بقول 12 بتيجي الاول، يبقى هي اللي smallest، هي اللي smaller than 24. طيب هنقول هنا put the suitable sign smaller equal or greater equal or smaller. احنا قلنا the sign opens its mouth for the greatest number، الساين بتكون فاتحه بقها للنمبر الاكبر مش للأصغر. هنا عندي 9 و 31، نقول دي 9 أكبر من 3 وأكبر من 1، يبقى هي الـ greatest؟ No. الـ 9 دي من 1 digit، لكن الـ 31 من 2 digits، يبقى الـ 31 هي الـ greater، ونعمل الـ sign كده opens its mouth for the greatest number. طيب هنا عندي 79 و 97، 79 و 97 which one is the greater؟ احنا هنعد الديجيتس لقيناهم هما الاثنين من 2 digits، يبقوا equal؟ no. السكند ستيب بنبص على التنس، اللي التنس بتاعته greater يبقى هو الجريتر. يعني هنا دي 97 التنس بتاعتها 9، وال 79 التنس بتاعتها 7، يبقى which one is greater؟ اللي التنس بتاعتها 9 هي الجريتر، 90 greater than 70. طيب لو عندي الاتنين 2 digits والاتنين التنس بتاعتهم are equal، هنا 6 هنا 60 وهنا 60، ببدأ أبص على إيه؟ أبص على units، هي اللي تحدد لي. أنا هنا عندي 62 و 62، يبقى هما الاتنين are equal. طيب هنا عندي 51 و 50، which one is greater؟ هما الاتنين 2 digits، هما الاتنين التنس بتاعتهم 5، وبصيت على اليونتس لقيت واحدة فيها 1 وواحدة فيها 0، مين الجريتر؟ ال 1، يبقى ال 51 هي greater than 50. ما تلخبطش أبدا من المسائل اللي لقيت التنس واليونتس عكس بعض زي ال 74 وال 47. على الستبس بتاعتنا، أول حاجة هنعد الديجيتس لقيناهم هما الاتنين فيهم 2 digits. تاني ستب هبص على التنس لوحدها، عندي التنس في واحدة فيهم greater directly، يبقى هي النمبر كله على بعض greater، لأن أكيد ال 70 أيا كانت 71 72 70 بس هتبقى أكبر من ال 40 لأنها بتيجي بعد ال 47. هنا 51 الاتنين are equal، 99 و 95. طيب التنس هنا 9 وهنا 9، هبص على اليونتس هنا 9 وهنا 5، which one is greater؟ ال 9 greater than ال 5 في اليونتس، وهما الاتنين في التنس are equal، يبقى 99 greater than 95.